رجل بنى بيته عن طريق البنك الإسلامي أو المصرف الإسلامي بنظام الإيجارة المنتهية بالتمليك. الأصل يكون البناء بتسليم المفتاح، إلا أن الحاصل أن تكون هناك اتفاقية أخرى ما بين المقاول وصاحب البيت على نظام الهيكل، بحيث يتفق مع المقاول بإعطائه من المبلغ الإجمالي الذي يعطى للمقاول عن طريق البنك حتى يشتري بعض المواد كالسيراميك والرخام والمواد الصحية والكهربائية وغيرها. ما حكم من تعامل بهذه الطريقة، وماذا عليه أن يفعل بعد ذلك؟ هناك عدة تمويلات بالنسبة للبنك لمن أراد البيت، وهذا خصوصا في بناء البيت، إما أن يكون بالمشاركة وإما أن يكون بالإيجارة المنتهية بالتمليك، وأيضا يمكن أن يكون بالاستصناع، يمكن أن يكون بالاستصناع. الغالب في التعامل الآن الموجود معنا مثل في المصارف الإسلامية في عمان، إما بالإيجارة منتهية بالتمليك أو عن طريق المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية أيضا بالتمليك، وهذه تكييفها الفقهي. الإيجارة يختلف عن المشاركة، فلذلك لا بد للإنسان عندما يريد أن يحكم على المسألة أن يكيفها فقهيا، ثم بعد ذلك على حسب التكييف يعطي الأحكام المترتبة على تلك المسألة. البيع قد يختلف في بعض الأحيان عن الإيجارة، والمشاركة تختلف. وعسى إن شاء الله سنبدأ بالنسبة لهذه ما يتعلق بالمعاملات المتعلقة بالصيرة الإسلامية، إن شاء الله سنبدأ بدروس متعلقة بها وتتكلم عنها بإذن الله عز وجل، بمشيئة الله عز وجل. وبالنسبة لهذا العقد سأعطيكم نبذة مختصرة بالنسبة لإيجار المنتهي بالتمليك. معناه البنك هو المالك، المصرف هو المالك، ولذلك هناك اشتراط من الهيئة العليا المشرفة على الهيئات، الهيئة العليا للرقابة في البنك المركزي التي هي برئاسة الشيخ دكتور كهلان مساعد المفتي حفظه الله، هي شيء كان فتوى بأنه إيش يلزم بالنسبة للإيجار المنتهي بالتمليك أن يكتب أو أن يحول المصرف الملكية إلى اسمه، لأن في بداية التعامل كانت فقط مجرد رهن، تكون الملكية باسم العميل والبنك ماذا حتى يحفظ حقه يرهن تلك الملكية، لكن لا، حتى تكون قال معاملة حقيقية فهنا لابد من تحويل، هذا فقط احتياطا حتى تكون إيش؟ ليس مجرد المعاملة ليست صورية فقط، وإنما تكون حقيقية أو حتى تكون حقيقية. فإذا المالك من؟ المصرف. هذا العميل يتقدم للمصرف لأجل بناء بيت، لأجل بناء بيت، وحتى أيضا لشراء البيت، يمكن حتى في شراء البيت يمكن أن تدخل الإيجار المنتهي بالتمليك. لكن هنا السؤال عن شراء، عن بناء بيت، يريد أن يبني بيتا، يأتي بمقاول وتكتب الاتفاقية، يكتب العميل الاتفاقية، هنا يتعامل نظام التمويل بإيجار منتهي بالتمليك، معناه البنك هو المالك، فالاتفاقية ستكون بين من؟ بين المصرف وبين المقاول على بناء بيت بهذه المواصفات معينة كذا كذا كذا. المقاول هنا حر، إيش؟ أنا تعاقد مع شخص على بناء، هل يمكن أن أجعل غيري يبني هذا البيت؟ نعم يمكن أن أجعل غيري يبني هذا البيت، يمكن أن أبنيه أو
أن أبني بنفسي حر إلا إذا اشترط. إلا إذا اشترط. إذا اشترط قال لا أنا أجرتك أنت ولا بد أن تبني أنت البيت، لا أي لا أسمح لك أن تؤجره أو تؤجره لطرف آخر. إذا كان يوجد هذا الشرط معنى لا يصح، لكن هنا هي مسألة الإنسان تأجير الإيجارة، وهذا عقد واجد واسع يستخدمون الآن السماسرة الآن اللي يستأجرون عمارات، ماذا يفعل؟ يستأجرها ثم يؤجرها لغيره. حتى المقاولات الآن كثير من العقود واقع ماذا؟ يستأجر مع الذي يريد أن يبني البيت ثم ماذا؟ يؤجر العمال، يأخذ المتر قد يكون بأربعين ريالا ويؤجر العمال بكم؟ 35، هو يستفيد 5 ريال. وهذا باب واسع، هذه التكييف المسألة. يعني الآن هذا المقاول ماذا؟ البنك أجر المقاول حتى يبني هذا البيت، المؤجر من؟ المقاول، والمؤجر المصرف. هذا العميل هل يشترط، هل يصح له أن يشترط على المقاول يقول لا أنت لك عمل يدين وأنا لا؟ لا، لا يصح له أصلا، ليس له إنزين علاقة، ليس له علاقة في الأصل هذا. لكن لو أراد المقاول قال له أنا أخذ الهيكل باقي المواد هذه كذا كذا قيمتها ويوكل من؟ العميل أو الذي يتوقع أن يكون له البيت لو أتم بالعقد، يوكله في شراء الأدوات الصحية أو الكهربائية وما شابه ذلك، هل له ذلك؟ له ذلك. وأن التوكيل إما أن يكون بأجرة أو بتبرع، إما أن يكون بأجرة أو تبرع، له ذلك. هذا إذا أرضي المقاول، أما يشترط عليه لا، يشترط عليه لا، لا يصح له أن يشترط، لأن ليس له على، لأن العقد بين المقاول وبين المصرف، العقد بين المقاول وبين المصرف. فإذا ما دام المصرف، ما دام المصرف أو إذا كان المصرف لا يشترط على المقاول أن يقوم بالبناء بنفسه، هنا مصرف. على هنا قام المقاول بنفسه بالبناء فقط، أجر العميل في شراء أدوات صحية أو كهربائية أو ما اتفقوا عليه، ما اتفقوا عليه. لو أراد وقال له أجر مقاول آخر هل يصح؟ يصح. أهم شيء فقط لا يشترط البنك أو المصرف على المقاول أن يقوم البناء بنفسه، فإذا ما اشترط معنى للمقاول حرية التصرف. لكن أي خلل، أي خلل يقع في العقد يكون بين المصرف وبين مقاول، ما يقول مقاول حل مصرف لا العميل خلل لا، لا، أي خلل يرجع إلى المقاول. المقاول لو أخل العميل يرجع بنفسه إلى العميل، ذاك عقد بينه وبين العميل. فهنا لابد الإنسان أن يضبط التكييف الشرعي حتى يضبط الأحكام المترتبة على ذلك.